بسم الله الرحمن الرحيم، تغنو الحاضر يدجا، بأم صلى الله عليه وسلم، ديغتا آخر دوشتولا كتشت وسفاج، قال أنس بن مالك، أنس وابوه رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون بقلا بأم يحسب تاق إيجن سير الدوش، كأن عرقه اللؤلؤ، إشتت من حدي الدوش حتى لا جوهر توكسن خذ جوهر اختر دوش درونتنا اي حتر اذا تكف تكفأ وويتش غينات بولر حل وغر مودر حلها تعش مما حلها تعر دوش وغر درونس ولا مسيس تودي باجتا ولا حريرة ألين من كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاها حالات مدات تعا دز دوش داري ادي يتون اختير دوش طلاق عادي كيدا دوش تعاك عادي حالي احتمالات شابا يماري كيك توتوك عادي خليبي ولا شممت مسكة ولا عنبرة اطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتا تعا خز حجي وخشو العطر يمسك حجي يحقن ما يحجا با يماري حجا خز غليبية تمسوه قال قال ابن قال ابن قال البراء بن عازب البراء بن عازب رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوع فأمر ديغ رست يرون يقرب المحا لقى ديغ لغة يا لقى ديغ درون لقي بعيدة ما بين المنكبين منكبين اشت شي بل شعور يل شعور اذا له شعر يبلغ شحمه اذنه اما تمشى يرون يغني ها دقوچ حق لرك دير ها لرك دير حق جيجيك ديل خنت قاتچلت موچك يي اتتقاتچلت يي يغني مشرونت رأيته في حلة حمراء اشتشين قام جير إذا بوفت سحابي سا بدر شتي دوخر دوشة تتقي بواس بوش لم أرى شيئا خط أحسن منه شيئا تعا هم جن مدات اللغت جن تول خز دوش بامر الله خز دوش تعا جن قال ابن... قال كعب بن مالك كعب بن مالك, مالك. سبورة رضي الله عنه فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء سلم دلش خينا وهو يبرق وجهه من السرور تنا يحدير حديت نور دارونا سيرلو يرون هجن يحسبت ثنا دو خزخيا توش دو خزل دو ق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سرر كان ديكانت خزوم انتقابه استنار وجهه ثنا يحسير ليولارومو كانه قطعه قطعه قمر تنا يحيولش سن بويسن حقيقه بولا بوتسن قيغن هولورون تنيو وكنا نعرف ذلك منه إشتين خا خا ارا تنيو حتى هشت تونغا بينغا خز بولديك بولا بوي وسئل البراء رضي الله عنه براء كان كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف فايما يحسبته دري الله براءك تورسن قيغن ليبش قال لا إله لا تسرون بل مثل القمر إدارون سنة يحسبت بويسن حقيا بوش ولا بوت دوشا قال انس بن مالك رضي الله عنه انس وبو كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخما لدين كيكش دخ دوش ورون اذا لم ارى بعده مثله شي انا تولد موات وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جدع بويمر مش يرون رجلا جد أحيزا يا ترون إيش دقش أو حيزا رختا إزجا حيزا يرون إيش أو ولا سبت يا دقش أو غشيرة يا ترون يقر بارم قال جابر جابر بن سمرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن سمرة صبوخ بأمرة ورونا ضليع الفم شبجة شير وش شورونة أشكال العين باركش شوها تعجم موت يبوس قيتشا باركش دارونتون من هوصل عقباينه إشتى كاجون شاف الله صلى الله عليه وسلم دق دارونة جيجيكا هماك إزيك كاجونش ده قال أنس بن مالك أنس و بوخ رضي الله عنه دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال الشيش دول شو هيلر شوي أرا فقالت جيم داتا أريبوخ قيلوله وين الله قيلوله يقزا جيم دالقلام وسخلي حلخ تا جيم داتا أر إش داتا أرون بوخ عندنا فعرق تنحتر ديلرون فعرق وجاءت أمي تنحتر ديلر شينان حي أَرْبَوْتُ وجاءت أمي بقارورة تا ششئات حي إرون فجعلت تسلطو إذ يولا إلى رون بيما لحتر حقولة العرق فيها لحتر حقولة يولا إلى رون فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم تودع بيما رسمو إلى فقالت وآلا إلى يا أم سليمة هي أم سليم ما هذا الذي تصنع إن هرهدو يعني. قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا هرح حتر يا رسول الله دو أصحى لعديش

مغارة درون بوه مغارة درون سنتعين خاتم النبوة إذا هو مغردو إذا مغرد بايمر الله دعديرز دش تأحر بايمر وهر <مغاردو> إله إذا إيه تيغان بقت يعى مغرد درسنه وهو شيء بارز في جسده صلى الله عليه وسلم كالشام إذا ت سن مينكسن سنه مينك هميران بوجه بيماري بقطيها بلش بلش عن, عن جابر من بن السمره رضي الله عنه أنه قال أو جابر سديق أنه قال ورأيت الخاتشين جيران بعضه بيماري بغطيها بلش مثل بيضة الحمامه راققي راقق خاق تري يلش تبار ица хҳумгирон шинбо юшбиҳу жасадаҳу паймари деғаха тера ёлушша ярони бочунна куцкепҳа паймара дигғах тара ярониза саи л алй асалама